ولكن معنويات عالية ومرتفعة يتميز بها الجو السائد داخل فريق اتحاد الجزائر، خاصة بعد تتويجه بلقب البطولة الوطنية للمرة الثانية على التوالي ومروره بامتياز إلى الدور الربع النهائي من كأس رابطة أبطال إفريقيا. وتبقى جبهة وحيدة للاتحاد لا يريد أن يتنازل عنها، وهي كأس الجزائر لتحقيق الثنائية التي تعد إنجازا قل ما حققته النوادي الجزائرية. وإن شاء الله يكون الفرق اللي هذا واش نحوسو، وحنا إن شاء الله كما قلت نحوسو على الدوبلي، وإن شاء الله أنا بريباري بيان باش ناخذ الدوبلي ثاني. راح يكون نهائي صعيب بالنسبة لينا ولديهم، هما ضيعوا بالك لا سيزون بالك يحوسوا يصوبوها في هذا النهائي هذا، أما حنا ثاني نحوسو نجيبوا البرومي دوبلي تاع ليسما ولينا حنا ثاني. وكما قلت نلحقهم فينال، هنا ماشي نلحقهم فينال وتراطيها، كما يقول لك بون حنا مادا بينا ندو الدوبلي. كما يقول لك مع البيبليك ثاني يكون معنا ولي جوا قال بلا مشاو يتسنى فيهم، كما يقول لك ان شاء الله نبدو بلا عماده اللي حاجه مازال ما طرتش كما طرت في صوت هذيك. وان شاء الله كما تقول تكون عرس كروي ان شاء الله نشرفوا بها الكره الجزائريه ان شاء الله. استعدادات الاتحاد للمباراه النهائيه جرت في ظروف جيده وحسنه، حيث يملك الفريق خبره كبيره جدا في النهائيات، وهو مقبل على تنشيط النهائي الثالث عشر في تاريخه من أجل الفوز بكأس سادسة في مباراة تبدو قوية ومثيرة. لا لا هذه خلاص قوتنا هي أن يعني سيكولوجيا حققنا أهدافنا، والهدف الثاني خاصة للدوبلي كما يقولوا نقدر نحققوه راهو بين يدينا. نظن أن يعني ما نقولكش سهلة، هي راح تكون صعيبة. ديربي شباب الوزه الثاني بلاعبيه يعني بتجربه كما قلت، نظن ان راهي راح تكون مقابله صعيبه، ونتمناو الصعوبه هذه الروح الرياضيه هي اللي تغلب. لكن المنافس هذه المره من الحجم الثقيل واسمه شباب الوزداد، ومن الصعب تجاوزه بسهوله، وهو ما يدركه جيدا كل اللاعبين. رايحين نعملوا كل ما في وسعنا ان شاء الله باش نفوزوا بهذه المقابله ونزيدوا لقب لينا شخصي وللفريق يعني بصفه عامه. والحمد لله رانا في موسم وين الفريق راهو عنده مردود جيد. كما يقول المباراه راح تكون صعيبه للطرفين، واللي يكون مليح النهار هذاك ان شاء الله هو اللي يفوز. كل المعطيات والاجواء السائده تؤكد ان الفرجه والاثاره مضمونتان بالبريده، وهو ما سنقف عليه بعد قليل. سنقف عليه عنده بعد قليل وهو كذلك.